أهلا بكم مرة تانية في الفقرة الحوارية من هنا العاصمة. يعني بينما بتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات بعد غد الاثنين نتيجة انتخابات الرئاسة 2018 رسميا بكل ما تشمله من أرقام، فإن المنظمات المحلية والدولية اللي تبعت سير العملية الانتخابية بدأت في إعلان تقاريرها حول الانتخابات. للتذكير 53 جمعية ومنظمة محلية وتسع منظمات دولية وثلاث مجالس وطنية ومئات المراسلين الأجانب قاموا بمتابعة الانتخابات الرئاسية. هنتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا مع ضيوفي الكرام في استوديو هنا العاصمة. خليني أبدأ بالترحيب بأستاذ سعيد عبد الحافظ منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان، أهلا بحضرتك يا فندم. وأرحب أيضا بأستاذ محمد علاوة رابطة المعونة لحقوق الإنسان، أهلا بحضرتك. مرحبا. وأيضا ينضم إلينا الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب أطباء شمال سيناء، أهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني خليني أبدأ الحوار مع حضراتكم بكيفية متابعتكم لسير العملية الانتخابية اللي تابعناها على مدار ثلاث أيام. إذا سمحتوا من أبدأ به أستاذ سعيد عبد الحافظ منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان، تفضل. في الحقيقة يعني مش عاوزين نتكلم كلام سياسي، عاوزين نتكلم كلام حقوقي فيما يتعلق بدورنا كمنظمات حقوقية معنية بمتابعة الانتخابات. كان دورنا هو متابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من أن هذه العملية لا تتدخل فيها الدولة ومؤسساتها تدخلا مباشرا، وهذا هو جوهر عملية متابعة أي انتخابات في العالم. الأمر الثاني أن نتأكد أن هذه العملية تتسم بالشفافية والنزاهة كما نصت المعايير الحرة والنزيهة لأي انتخابات أيضا تجرى في أي مكان في العالم. صحيح. وفي هذا الإطار على مدار ثلاث أيام احنا طبعا عندنا تقرير اولي، لسه التقرير النهائي بيعلن عقب اعلان النتيجه الرسميه يوم 2 ابريل ان شاء الله. لكن في اطار ملاحظاتنا تاكد المتابعين عندنا 1500 متابع في 15 محافظه بواقع 100 متابع لكل محافظه. كان لدينا عدد من الملاحظات التي اعلنا عنها اما في بيانات صحفيه خلال اليوم الانتخابي واما في تقريرنا الاول. اولا يمكن القول أنه لم نرصد ثمة تدخل من الدولة ومؤسساتها في إدارة العملية، في تسيير العملية الانتخابية، من حيث التأثير على الناخبين، تسويد البطاقات، التزوير، تعطيل سير العملية الانتخابية، ثمة مشاكل ما بين الناخبين وما بين القائمين على إدارة العملية الانتخابية في الخارج، قوات الشرطة أو الجيش أو القضاء والموظفين في الداخل. العملية الانتخابية صارت في هدوء وسلاسة، بالعكس هناك محطات مهمة جدا احنا رصدناها في تقريرنا من حيث التعامل الجيد جدا ما بين القائمين على العملية الانتخابية وما بين المواطنين. طبعا كان في عدة ملاحظات سلبية ايضا في اطار المتابعة، منها تأخر فتح باب اللجان في بعض اللجان، لكن لما نتكلم عن تقريبا ما يقرب من 17,000 لجنة فيبقى عندنا 8 ل 10 لجان تأخر فيهم فتح بدء التصويت لمدة تتراوح ل 30 دقيقة، فده أيضا أمر مقبول في العرف في الانتخابي. أيضا هناك بعض أنصار المرشح بعينه أصروا على كسر الصمت الانتخابي داخل محيط الانتخاب عبر رفع لافتات أو تيشيرتات عليها صورة أحد المرشحين، ده أيضا يخالف المعايير المراقبة ويخالف أيضا قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات. فهذه هو ملخص ما تبعناه خلال الثلاث أيام الماضية. طيب خليني أنتقل للأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني ماذا أتى في تقرير رابطة المعونة لحقوق الإنسان عن سير الانتخابات الرئاسية؟ أنا أولا أشكر قناة سي بي سي لتغطية الموضوع بشكل كامل، وأنا فخور بالنسبة لي كمواطن عربي أن أحضر الانتخابات المصرية للمرة الثانية بعد انتخابات 2014. في الحقيقة أنه لن أضيف أكثر مما ذكره الأستاذنا سعيد في هذا الجانب، ومهمة المتابعة والمعايير الدولية في متابعة أي انتخابات. اليوم تشهد جمهورية مصر العربية هذه الانتخابات للمرة الثانية، ونحن في رابطة المعونة لحقوق الإنسان من نيويورك وأيضا من اليمن شاركنا بأكثر من 85 متابع دولي، ويعني مررنا على أكثر من 450 مركز ولجنة فرعية. بصراحة يعني خلال هذه الثلاثة الأيام
وجدنا انه الامور تسير سيرا حسنا ومميزا، وبعكس ما يروج له بعض وليس كل وسائل الاعلام العالمي طبعا ممن لديهم موقف سياسي من دوله مصر او من وجود مصر القوي، هؤلاء لن يؤمنوا حتى لو اتى من اتى. يعني لديهم موقف سياسي، لكن نحن على الارض يعني راقبنا او تابعنا العمليه الانتخابيه، وبصراحه يعني كانت اداره ممتازه بالنسبه لتسليم الجانب القضائي لسعادة المستشارين القضائيين. هذا خطوه ايجابيه تحسب في الدول المتقدمه لنزاهه الانتخابات، لانه عندما تاتي القضاة والمستشارين هم من يراسوا اللجان الفرعيه، هنا قضيت على باب من ابواب الشك والريبه والشكوك التي كانت في الماضي تساير اي عمليه انتخابيه. هذا استاذ محمد، يعني هل رصدتم اي خروقات او اي ملاحظات من جهه اخرى؟ احنا وردنا في تقرير، انا اريد ان اولا ان اسلط الضوء على الايجابيات ايجابيات هذه المشاركه، وبعد ذلك لان الملاحظات تكاد لا تكون او تخرج عن ملاحظات الاستاذ سعيد، وهي موجوده في التقرير على فكره. يعني الجو فيه من الشفافيه في مصر ما يتيح لاي متابع دولي ان يقول الايجابيات وايضا السلبيات. طبعا اليوم هي اراده الشعب المصري التي قالها خلال هذه الثلاثه الايام. انا تشرفت بمتابعه الانتخابات المصرية يوم في الخارج، في منظمتنا راقبت أيضا في نيويورك وفي لندن وفي فرانكفورت وأيضا في قبرص. هل كنتم تتوقعون يعني هذه الكثافة من التصويت في الخارج تحديدا؟ بصراحة أنا هذا الجهد هو يحسب للشعب المصري، ومشاركة المواطنين أو الناخبين هي إرادة الشعب المصري. يعني ما لا نستطيع أن نتدخل في هذا الجانب، لكن هذا يسعدنا كثيرا صراحة. يعني عندما مصر تخرج بهذا العظمة لتعبر عن رأيها في اختيار رئيس جمهوريتها، فهذا هو نصر لكل الأمة العربية. أكيد. طيب خليني أذهب إلى دكتور صلاح. دكتور صلاح، يعني حضرتك كنت ضمن الوفد المجلس التابع لحقوق الإنسان وتجول في بعض اللجان الانتخابية، اللي صدر في تقريركم يا فندم أو الذي سيصدر؟ هو طبعا الموضوع يعني ينقسم لعدة أقسام. لو اتكلمنا عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات، أولا هيتكلم عن دور لأول مرة الهيئة الوطنية للانتخابات، أول تشكيل لها كان يعني الأداء المحكم حقيقة لدور الهيئة الوطنية للانتخابات. التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات كان هناك خط ساخن مع المجلس، ويمكن يعني اول ما المجلس طلب الغاء ساعه الراحه من 3/4 نظرا لانه ده ساعه خروج الموظفين، فحصل انه في اول يوم كان هناك كثير من الناس عايزه تلي بصوتها رجعت لانه كان في ساعه راحه، واللي روح طبعا ما رجعش. فمجرد طلب المجلس مباشرة من الهيئة الوطنية للانتخابات استجابت، تاني يوم وتالت يوم لغت الساعة الراحة. طبعا بنشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على هذه الاستجابة ونسمن ذلك، وطبعا جينا على القضاء اللي أنا برضو بوجه لهم كل الشكر والتقدير، لأنه طبعا يعني كان ده على حساب راحتهم. الدور التاني كان للقضاء. الحقيقة يجب أن نسمن أيضا هذا الدور، لأن حوالي 14,000 قاضي في 14,000 لجنة، محدش ساب الصندوق طوال 12 ساعة يوميا على مدار الساعة. الدور الثالث كان دور التأمين، القوات المسلحة والشرطة. يجب أن لا نغفل أن دور التأمين كان يعني دور فعال. يعني القوات المسلحة ما كانش دورها في التأمين فقط، يعني هي كمان كانت بتراعي بشكل كبير جدا كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة زي ما تابعنا كلنا على وسائل التواصل الاجتماعي. اتفضل. طبعا أنا لسه هتكلم. هو ما كانش فعلا دور تأمين، كانت دور التأمين مش بس دور تأمين، كمان لقينا قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية على كل باب لجنة لازم يكون في كرسي متحرك، كان بينقل كل كبار السن، كل الأشخاص ذوي الإعاقة، وده كنا بنتابعه فعلا وبنتفقده بالذات. كمان الصحة شاركت، كان لازم يبقى فيه إما عربية إسعاف أو مسعف أو ممرضة. يعني هذا الدور لابد أن نسمن لكل من شارك في هذه العملية. دور القوات المسلحة كان في التأمين داخل وخارج اللجان،
داخل اسوار اللجان وداخل صحيح. اللجان. كمان دور مؤسسات المجتمع المدني، هذا ايضا كان دور فاعل ودور محترم ومنظم جدا وعلى تواصل شديد كان من مع المجتمع المجلس القومي لحقوق الانسان. لكن ما فيش حاجه كامله 100%، عندنا بعض الخروقات يمكن قال الاستاذ سعيد بعضها صحيح. لكن برضو بضيف لها انه كان في بعض التصريحات لبعض المسؤولين كان لا يجب ان انهم يقولوها، يعني ان احنا افضل قريه هتصوت هنعمل لها الكهرباء والميه، مش عارف ده يعني حصل زلق من بعض السادة المسؤولين، ما كانش لازم ابدا هذا التدخل او هذا الكلام، رغم انه ما كانوش بيقولوا لمرشح بعينه، لكن ان انت تدي ميزة لقرية او لمدينة عشان كان فيها اعلى تصويت فانت تدخل خدمات، الخدمات دي حق طبعا. هذا كله داخل في سياق حشد المواطنين، يعني مجلس حشد المواطنين له الف اسلوب، نعم، ولكن ليس هذا الاسلوب. احنا لازم نقول صح ولازم نقول غلط طبعا، فده وظيفتنا، وإذا يعني لا خير فينا إذا لم نقول. سأعود إليك مرة أخرى دكتور صلاح، ولكن أستاذ سعيد ماذا عن المنظمات الكبرى الذي تابعت سير العملية الانتخابية؟ البعض بيقول إن كان هناك غياب لبعض المنظمات الكبرى على غرار انتخابات 2014، يعني هذا الكم من المنظمات الكبرى لمتابعة العملية الانتخابية لم يكن موجود. المنظمات الكبرى امتنعت لأن المنظمات الكبرى التي تتابع الانتخابات ليست اولا منزله من السماء، وليست منزهه عن الهوى، وليست خالصه الهوى السياسي. المنظمات الكبرى زي ما عندنا منظمات حقوقيه في مصر اتلفها الهوى السياسي، ايضا هناك منظمات اجنبيه اتلفها الهوى السياسي، بس الهوى السياسي لمصلحتها ومصلحه الجهات والدول التي تمثلها. تحديدا عشان ابقى واضح في كلامي، لما اتحدث عن مؤسسه كارتر وهي من كبرى المؤسسات التي تتابع الانتخابات على مستوى العالم، ثبت بالدليل القاطع انها اتخذت موقفا سلبيا من الدوله المصريه عقب ثوره 30 يونيو، شانها شان جهات اخرى ودول اخرى رفضت ثوره 30 يونيو. وعندما كان الاخوان المسلمين في سده الحكم زاروا مقرات المرشد العام والتقوا بهم ودافعوا عنهم واشادوا بالانتخابات التي اجريت في عهد الاخوان المسلمين، لكن عقب ثوره 30 يونيو اول ما فعله مركز كارتر هو انه امتنع عن مراقبة أو متابعة الانتخابات، بل إنه استبق الانتخابات عقب 30 يونيو، انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي وهذه الانتخابات بتقرير مسبق مقدما، وقالوا فيه أن هذه الانتخابات لن تكون نزيهة وهذا مخالف للعرف الانتخابي الدولي، كيف أحكم على عملية انتخابية لم تبدأ بعد؟ فالمؤسسات الكبرى أولا امتنعت لأنها تريد أن تحرج الدولة المصرية، وكأنها تقول أنها لن تشارك في هذه الانتخابات حتى لا تعطيها الشرعية باعتبارها مؤسسات كبرى معنية، وأن انسحابها من هذه المتابعة قد يعني يعطي مؤشر أن المؤسسات الكبرى تحجم عن المشاركة. لكن أنا أعتقد في رأيي الشخصي أن هذا الفعل لم يؤتي أثرا سلبيا على المتابعة في مصر، بدليل أن وسائل الإعلام المحلية والدولية كانت تنقل على الهواء اللجان الفارغة واللجان المزدحمة صحيح. ومشاهد الرقص والفرز على الهواء مباشرة. فأنا أعتقد أن المنظمات الكبرى التي أحجمت هي منظمات مغرضة وتتخذ موقفا سياسيا من الدولة المصرية. طيب في هذه النقطة تحديدا سيد سعيد، يعني البعض بيتساءل هل المتابعة الانتخابية بتكون مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالتمويل الأجنبي؟ يعني هل تم غلق ما يسمى بالحنفية، حنفية الأموال الأجنبية اللي بتقوم بدفع جيل من كبرى وسائل الإعلام أو كبرى المنظمات أنها تقوم بمتابعة هذه العملية؟ أنا أستطيع بكل أمانة أن أقول لحضرتك أن الانتخابات المصرية أو فكرة متابعة الانتخابات في مصر بدأت عام 1995 في انتخابات مجلس الشعب وقتها، وكانت بتمويل أمريكي، وهذه طبعا هو حق والمعايير الحرة والنزيهة وحق للمنظمات أن تتابع الانتخابات، ولكن متابعة الانتخابات ولدت قصرية في مصر بإملاء من منظمات أجنبية لمتابعة الانتخابات للضغط بها على النظام السياسي ودولة الرئيس مبارك الأسبق في ذلك الوقت. بعد 30 يونيو أصبحت الدولة المصرية لا يعني تعتني كثيرا بهذه الضغوط السياسية فيما يتعلق بمتابعة الانتخابات، يعني لم تصبح ملفا قابل للتفاوض كما كان. يعني حضرتك
الانتخابات قبل 2011 كانت ترصد لها ملايين الدولارات، وكان بعض هذه الانتخابات محسومة سلفا، يعني لما تحدث عن انتخابات شورى او انتخابات محليات ما كان معروف مين اللي هينجح، كان وقتها الحزب الوطني. لكن بعد 2011 اصبح هناك 109 حزب، واصبح هناك تنوع سياسي، واصبح هناك حراك سياسي، ومع ذلك احجمت المنظمات الاجنبيه عن دفع الاموال، لانها لن تستطيع ان تضغط سياسيا على الدوله المصريه بنتائج تقارير المراقبه، وتركت المنظمات الحقوقيه المهتمه بمتابعه الانتخابات وحيده بدون اموال. عشان كده احنا بنقول هذه الانتخابات 54 منظمه حقوقيه مصريه فقيره، فقيره الموارد يعني، استطاعت ان تتابع الانتخابات وتصدر تقارير وتتابع هذه الانتخابات وترسل تقاريرها على مستوى العالم، هذا يحمد ويحسب للحركة الحقوقية المصرية بعيدا عن التمويل الأجنبي. طيب أستاذ سعيد يعني وضيوف الكرام، هنكمل حديثنا عن المراقبة الدولية، ولكن خلينا نروح دلوقتي إلى فاصل وهنرجع لكم مرة ثانية نكمل هذه الفقرة الحوارية من هنا العاصمة. ابقوا معنا.